إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. بمناسبة قرب بداية العام الدراسي، في كتير من أولادنا وشبابنا وبناتنا وأطفالنا في العام الدراسي بيشتكوا إنهم بيتعبوا وبيبذلوا مجهود أثناء الدراسة وفي المذاكرة وحل الواجبات، ورغم كده ممكن تكون النتيجة في آخر الترم أو آخر السنة متعجبهمش وما يحققوش السكور اللي هم كانوا عايزينه. الوصفة السحرية للتفوق اللي عايزين نقدمها النهاردة لأولادنا شوية نصائح بسيطة خالص، لكن مفعولها أكيد، وهتجرب بنفسك، هتشوف نسبة تحصيلك واسترجاعك للمعلومات والدروس اللي انت ذاكرتها هتتحسن ازاي. اولا، اهتم جدا بالنوم الجيد، عدد ساعات ما يقلش عن 8 ساعات في اليوم، وخلي معظم ساعات نومك بالليل. النوم الجيد بالليل بيحسن من اليقظة والتركيز وتحصيل المعلومات. تاني حاجة، اهتم جدا بالغذاء الصحي، ابعد عن الوجبات السريعة المليانة بالدهون لأنها ممكن تحسسك بالخمول وتنقص كتير من تركيزك. فاصل وهنكمل روشتتنا السريعة للتفوق في العام الدراسي الجديد. هنكمل روشتتنا السريعة عشان تنجح وتتفوق في العام الدراسي الجديد إن شاء الله. اهتم بأكلك، ما تفوتش وجبة في اليوم، يعني تفطر وتتغدى وتتعشى. بعد ما ترجع من المدرسة أو الجامعة نظم يومك، نظم وقتك ما بين المذاكرة والنوم والراحة. لما تيجي تذاكر ابعد عن أي حاجة ممكن تشتت ذهنك. ما ينفعش تذاكر وانت بتسمع أغاني، ما ينفعش تذاكر وانت جنبك الموبايل، اعمل موبايلك على الوضع الصامت طول ما انت بتذاكر، والأفضل ما تخليش الموبايل جنبك وقت المذاكرة. أهم نصيحة، وانت بتذاكر درب مخك وذاكرتك على استرجاع المعلومة، يعني لما تيجي تذاكر الدرس في البيت بعد ما ترجع من المدرسة امسك الكتاب وقبل ما تفتحه حاول الأول انك تتذكر ايه اللي انت فاكره من شرح أستاذك، حتى لو النقاط العريضة بس، لو العناصر الرئيسية بس، هتفرق معاك كتير. اعمل نفس الشيء لما تيجي تذاكر الدرس بعد كده تاني للمرة التانية. تدريب الذاكرة ليه عنصر رئيسي في النجاح والتفوق والتميز. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.